ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علم الحديث من أشرف علوم الشرع، لأن العلم إذا كان يشرف بشرف المعلوم فهذا العلم معلومه هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نطق به، وما فعله، وما أقره. بل عند المحدثين يدخل ما يتصف به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات الخلق والخلق. فهذا العلم الشريف من أشرف علوم الشرع، والمحدثون رحمة الله عليهم هم السادة في كل زمان ومكان. ومعلوم أن العلماء رحمة الله عليهم بدأ علمهم في ظل علم الحديث الشريف، لأن العلماء لم يكونوا يزيدون على أولئك الذين ينقلون ويحملون أحاديث النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى حفظ هذه الأمة بكثير من الأمور المهمة، ومنها ما آتى الله رب العالمين أبا بكر رضوان الله عليه من الثبات في يوم الردة، وما آتى الإمام الكبير المبجل أحمد بن حنبل من الثبات في يوم المحنة. فالله رب العالمين أقام هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. كلما ذهب منهم عالم أنشأ الله رب العالمين في الأمة سواه، لكي يحفظ الله رب العالمين دينه، وليمكن الله رب العالمين لحجة الشرع في عقول الناس وفي أفهامهم. فهذا العلم الشريف، علم الحديث النبوي، علم شريف جدا، لأن به نعرف الشرع الأغر، ولأن به نعرف مراد الله رب العالمين منا على ضوء ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو جزء من معرفة الوحي المطهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحي إليه القرآن العظيم وهو الوحي الأول، وأوحي إليه السنة المطهرة وهي الوحي الثاني. ومعلوم أن السنة المطهرة كانت مما يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الوحي بالسنة ورد ظاهرا مباشرا كما في الحديث الصحيح، عندما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال نزول الوحي عليه، ولم ينزل الوحي بهذا الصحابي الجليل لكي يراه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وحي السنة، في حال الرجل المعتمر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أنه قد أحرم للعمرة في دبة من صوف متضمخا بالطيب. فلما قال هذا السؤال للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أغشي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان الوحي يأتيه، ووضعوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كساء كان هنالك. ثم لما فصم الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دعا عمر رضوان الله عليه الصحابي لكي يرى النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال نزول الوحي عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين السائل آنفا؟ فجيء بالرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما أوحى الله رب العالمين إليه، فكان وحيا مباشرا من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوحي القرآن عن طريق أمين الوحي جبريل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر. فإذا العلم الشريف الذي نحن بصدد معرفة قواعد نقله وقواعد ضبطه على حسب ما ضبط ونقل العلماء أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العلم علم شريف جدا، لأنه معرفة الوحي الثاني الذي أوحاه الله رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحدثين به اختصاص، للمحدثين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصاص، لأن كل أحد لازم أحدا في سفره وفي حله، في حله وفي ترحاله، في صحوه وفي منامه، في حركته وفي سكونه، في جهاده وفي سلمه، كل أحد لازم أحدا في أمثال هذه الأمور لا يفارقه، يتتبع مقوله ويتتبع ما يقوله ويتتبع ما يأتي به من حركة وسكنة وما يأتي به من إرشاد وهداية وما يصدر عنه من رضا وغضب وما يصدر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالاته كلها. من كان كذلك مع من هو موصوف بذلك فله اختصاص به، اختصاص به شريف. وكذلك المحدثون يختصون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنحى اختصاصا معينا. وأيضا فإن العلوم الشرعية التي بدت بعد كلها إنما ظهرت بعد حين، وأما علم الحديث الشريف فهو ملازم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيلا بعد جيل، يتناقله الرجال فمن لأذن، ويأتي به هذا لذاك من عدل إلى عدل، لكي تؤدى الرسالة الخاتمة الخالدة إلى خلق الله، لكي تنقطع حجة الخلق على الله رب العالمين. فهذا الحديث الشريف وعلمه إنما أتى من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل أمين الوحي عن رب العزة يوحي به الله رب العالمين كوحي القرآن، غير أن الحديث الشريف في نظمه لا يتحدى به، وفيه من الفوارق بينه وبين القرآن ما هو معلوم. هذا الحديث الشريف علمه ينقسم قسمين، أما القسم الأول فهو علم الحديث دراية، وأما القسم الثاني فهو علم الحديث رواية. فأما علم الحديث دراية فهو علم به يعرف حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتعلق بذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. علم الحديث دراية، علم الحديث دراية هو علم بقواعد وأصول يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتعلق بذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. وأما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة. إذن علم الحديث رواية
هو ما يتعلق بما أثر عن النبي، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة الخلقية أو الخلقية. فعلم الحديث الشريف ينقسم هذين القسمين، علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. وما معنا إن شاء الله جل وعلا هو علم الحديث دراية، وهو ما يسميه العلماء علماء الحديث بعلم المصطلح، يضيفون إليه قسيمه وشقيقه علم الجرح والتعديل. فأما علم المصطلح فعلم بأصول وقواعد يعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها، أي بتلك الأصول والقواعد، أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وموضوع هذا العلم علم المصطلح هو ما تجده هاهنا في هذا التعريف، لأنك عندما تقول هو علم بأصول وقواعد بها يعرف أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، فالموضوع هو السند والمتن من حيث القبول والرد. موضوع هذا العلم هو السند والمتن من حيث القبول والرد، لا من حيث التعامل مع المتن استنباطا للقواعد وتحريرا للفوائد وغير ذلك مما يتعامل به العلماء من شراح الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا هو الموضوع، وإنما الموضوع هاهنا هو السند والمتن من حيث القبول والرد. مضطرب في متنه، مضطرب في إسناده أو فيهما معا، مدرج في الإسناد، مدرج في المتن أو فيهما معا، قلب في المتن أو قلب في الإسناد أو فيهما معا، إلى غير ذلك مما يعرض للإسناد والمتن معا، أو يعرض للسند وحده أو يعرض للمتن وحده. والثمرة أن تميز الصحيح من السقيم والأصيل من الدخيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثمرة هذا العلم عظيمة جدا، وهي أن تكون بحيث كما يقول العلماء لو حلف رجل بالطلاق أن هذا النص قد ثبت صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الحديث صحيحا، فعندئذ لا تطلق منه امرأته. وأما إذا أتى بحديث موضوع فحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لا يجوز كما هو معلوم، بل هو حلف بغير الله، والحلف بالطلاق لا يترتب عليه شيء كما هو معلوم، ولكن كذلك يقول الفقهاء، بحيث لو حلف بالطلاق على حديث موضوع أنه لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تطلق منه امرأته، ولو عكس فحلف بالطلاق أن حديثا صحيحا لم يصدر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد طلقت منه امرأته، وكذلك لو عكس مع الحديث الموضوع. فثمرة هذا العلم تمييز الصحيح من السقيم والأصيل من الدخيل من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث ما هو؟ العلماء عليهم الرحمة عندما يتعاملون مع المصطلح، مع أي مصطلح من مصطلحات العلوم، يأخذون نصا أو يأخذون عبارة أو يأخذون لفظة هي واردة في اللغة قبل نزول الشرع، كالصلاة، كلمة الصلاة وكلمة الزكاة وكلمة الصوم كانت موجودة في اللغة قبل نزول القرآن وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لها معنى، هذا المعنى كان متداولا لغة وكان متعارفا عليه بين القوم. فلما نزل الشرع به وجعله مصطلحا خاصا في الشريعة المطهرة صار له، بعد أن كان له معنى لغويا صار له معنى اصطلاحي أيضا. إذن العلماء عليهم الرحمة يأخذون لفظة من ألفاظ اللغة ثم
يصطلحون فيما بينهم على أن يصبح لها في الشرع وفي لسانه معنى اصطلاحيا جديدا. الحديث، موجودة كلمة الحديث في اللغة من قديم، وهي تعني الجديد ضد القديم، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. حديث يعني جديد ضد القديم. وأما في الشرع فله تعريفات تختلف باختلاف العلم الذي يعرفه. فكلمة الحديث يرحمكم الله، كلمة الحديث عند علماء الحديث رحمة الله عليهم تعني كل ما رفع أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. علماء الفقه يقولون إن معرفة ما يتعلق بخلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفيدنا شيئا في علمنا، يعني في علم الفقه، لأنه علم متعلق بالأحكام. وأما إذا ما نظرت إلى خلقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث الأحكام الظاهرة، فعلماء الفقه لا يلتفتون إلى ذلك، لأنه لا ينبني على ذلك حكم. وعلماء الأصول إنما يعتنون من الحديث بناحية الاستنباط. وعلماء الدعوة لهم أيضا في تعريف الحديث اصطلاحا معينا. أما علماء المصطلح فهم علماء الحديث، هم الذين رحمة الله عليهم الذين يهتمون بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحواله وأفعاله وأقواله وهيئاته صلى الله عليه وسلم، سواء بني على ذلك حكم أم لم يبنى، سواء استنبط من ذلك قاعدة أم لم يستنبط، سواء كان ذلك مما يعني الخلق أم مما لا يعنيهم، سواء كان ذلك قبل البعثة أم كان بعد بعثة رسول الله، كل ذلك عندهم حديث. فما عرض عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لسانه أو على لسان أحد من العدول الثقات يحكيه عن رسول الله في الفترة التي كانت قبل البعثة كله حديث. مما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضوان الله عليها فيما كان من تحنث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار حراء، كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة. فذلك الذي كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن علماء الحديث يهتمون بهذا كله، يهتمون بما ورد من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيئته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لون بشرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبيض مشربا بحمرة. أي حكم يترتب على هذا الوصف عند المسلمين؟ يعني لو لم تكن بشرتك كذلك فأي شيء يصيبك وأي شيء يقع عليك؟ لا شيء. ولكن عندما تعرف وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك تراه، لا شك أنك عندئذ تزداد به معرفة. والناس كما يقولون أعداء ما جهلوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمل الله رب العالمين خلقه، وكمل الله رب العالمين خلقه، وكمله الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، فما من خلق فيه إلا وكان على السواء، وما من شيء من هيئته ولا من خلقته إلا وقد كان على السواء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل الكامل الذي يحتذى، والمثال والنموذج المضروب الذي به يؤتسى، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الحديث في اللغة الجديد وهو ضد القديم. أما في اصطلاح علماء الحديث فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما ما يضاف إلى الصحابي، إلى الصحابي لا يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا موقوف على الصحابي. إذا كان الحديث يتوقف عند الصحابي ولا يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا موقوف على الصحابي، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل تقرير الصحابي لا يفيد، بمعنى أنه لا يؤخذ منه حكم بالمعنى الذي يفهمه الناس أو لا يفهمون. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أضيف إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هو الحديث في لسان علماء هذا العلم، علم المصطلح الشريف. الخبر أحيانا تسمع أو تقرأ وورد في الخبر، فالخبر ما هو؟ وجاء في الخبر وقال فلان في الخبر كذا، فهذا الذي يقال عنه الخبر ما هو؟ الخبر لغة نبأ، النبأ العظيم، النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، فالخبر هو النبأ، والجمع أخبار كما هو معلوم. وأما في الاصطلاح فالعلماء فيه على ثلاثة أقوال: هو مرادف للحديث حذو الخزة بالخزة، ولا تقل حذو النعل بالنعل فإنها إساءة أدب، ولكن قل حذو الخزة بالخزة. إذن في الاصطلاح الخبر هو الحديث، والحديث هو الخبر، ولكن هذا قول من ثلاثة أقوال. فأولا هو مرادف للحديث، يعني معناهما واحد اصطلاحا، وبعضهم يقول مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسمى عند من أخذ بهذا المعنى يسمى خبرا، يعني ما جاء عن الصحابي موقوفا عليه هو عندهم خبر، وما جاء عن التابعي مقطوعا عنده فهو يسمى عندهم خبر، وكل ما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا. وأما القول الثالث فهو أن الخبر أعم من الحديث، فيدخل الحديث فيه، بمعنى أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فالخبر ما هو لغة؟ الخبر النبأ، والجمع أخبار. وأما في لسان علماء هذا الشرع فله ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقوال: القول الأول أنه مرادف للحديث، فالحديث هو الخبر والخبر هو الحديث، أو هو مغاير له، بمعنى أن الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه في القول الثالث أعم منه، بمعنى أن الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا تقرأ أو تسمع وجاء في الأثر، فما تقرأ أو تسمع وجاء في الخبر، فهل الخبر هو الأثر والأثر هو الخبر أم بينهما تفاوتا؟ الأثر هو بقية الشيء، الأثر بقية الشيء لغة، وأما في الاصطلاح فله معنيان: أنه مرادف للحديث، يعني معناهما واحد اصطلاحا، معناهما واحد في الاصطلاح، أو مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، لا نقول من تقريرات، وعند الصحابة فقط تقول أقوال وأفعال، وأما التابعون فالأقوال فقط ولا ينظر إلى الأفعال. فهذا فارق ما بين المرفوع والموقوف والمقطوع كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. الأثر لغة هو بقية الشيء، وأما في الاصطلاح فمرادف للحديث، فالأثر هو الحديث والحديث هو الأثر.
أو مغاير له، بمعنى أنه هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. الإسناد له معنيان: عزو الحديث إلى قائله مسندا، عزو الحديث إلى قائله عن طريق الإسناد، يعني تقول قال فلان قال فلان عن فلان قال فلان قال فلان إلى من قال الحديث، فهذا يسمى عزو الحديث إلى قائله، فهذا إسناد. أو هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المسند، قال علي هو ابن المديني قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عملية العزو هذه عملية العزو في نفسها هي الإسناد، هذا قول. القول الثاني: هؤلاء الرجال في هذه السلسلة هم الإسناد، فالإسناد سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. قال فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال فلان أخبرنا أو نبأنا فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه السلسلة من الرجال النقلة في كل طبقة من طبقات رجال الحديث يبلغون بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو من قال الكلام الذي يعزى إلى قائله، هذا يسمى الإسناد. فالإسناد ما هو؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المس، سلسلة الرجال الموصلة للمس، أو عملية العزو في ذاتها. فالإسناد هو عزو الحديث إلى قائله مسندا، عملية العزو نفسها تسمى إسنادا. وكذلك سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن فهو أيضا يسمى إسناد. السند والمعتمد، كما تنوح المرأة على زوجها بأنه كان سندها، فالسند المعتمد الذي يعتمد عليه، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. يعني سلسلة الرجال في المنتهى تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أي شيء؟ على هذا السند. سلسلة الرجال هذه إنما أو الحديث كله إنما يعتمد في النهاية على ماذا؟ على هذا الإسناد، يعتمد عليه ويستند إليه. وهو في الاصطلاح يرادف تعريفا من تعريفات الإسناد. السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. سلسلة الرجال تسمى سندا وإسنادا، تسمى سندا وإسنادا. ما هو المتن الذي توصل إليه سلسلة الرجال؟ المتن في اللغة ما صلب وارتفع منها، فكل قطعة من الأرض صلبت وارتفعت فهي متن. وأما المتن في الاصطلاح فهو ما ينتهي إليه السند من القول، ما ينتهي إليه السند من الكلام. الذي ينتهي إليه سلسلة الرجال من الكلام قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا إسناد، كل هذا سند. سلسلة الرجال توصل إلى المتن. إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن. إنما الأعمال بالنيات، فما وصل إليه الإسناد، ما وصلت إليه سلسلة الرجال من الكلام يسمى متنا. فالمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. هذه التعريفات يحتاجها كل ناظر في علم الحديث قبل الشروع فيه، لأنه ستمر عليه أمثال هذه الاصطلاحات، فإذا لم يكن عارفا بها داريا لها فقد يتوهم لها معنى، ويكون هذا المعنى مغايرا للحقيقة في ذات الأمر. وسيمر بك أيضا ألقاب علماء الحديث مثل المحدث والحافظ والحاكم وأمير المؤمنين في الحديث والحجة وغير ذلك من ألقاب العلماء رحمة الله عليهم. فأما المحدث فهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. من هو المحدث؟
من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، ويكون مطلعا على كثير من الروايات وأحوال الرواة، يعني أحوال الإسناد، يعني أحوال الرجال في السند الذي يوصل إلى المتن في كثير من الأحاديث. فإذا ما ترقى وصار بعد ذلك حافظا فإنه يكون قد ترقى رتبة عظيمة في هذا العلم الشريف، لأن الحافظ أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، ما يعرفه في كل طبقة من طبقات الرواة أكثر مما يجهله. فإذا ما أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا تفوته شيء، حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم، فقد صار حاكما، سمى الحاكم كأبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله. فإذا ما أحاط بالسنة ولا يحيط بالسنة إلا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما من أحد إلا ويفوته شيء ولو يسير من السنة، بل ما من أحد إلا ويفوته الكثير من السنة. والمثال القريب منا والذي ضرب بالأمس وما كان من عدم معرفة عمر رضوان الله عليه على كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى مقامه في الدين، وعلى ما كان من مصاهرته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ ابنته عنده، فهو كان كثير الفروق لبيت النبي، وكان كثير الدخول عليه، ومع ذلك فاته معرفة أمر في الاستئذان. فحدث عن أحوال الخلق في العلم ولا حرج. عندما جاء أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه ثلاثا ثم انصرف، فلما سأله عمر قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبت عمر وقال لتأتيني بشاهد يشهد أن هذه هي السنة، وإلا لأودي عن ظهرك ضربا. فذهب إلى الأنصار فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه فشهد عند عمر مع أبي موسى رضوان الله عليهم جميعا بأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاتت هذه السنة على عمر وهو من هو رضوان الله عليه، مع أن جميع الملابسات وجميع الأحوال كانت تقضي بأن يكون عارفا لهذه السنة على وجه الخصوص، لأن كثير الطرق للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ابنته حفصة رضوان الله عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يأتي ويروح كثيرا ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم هو الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي بكر رضوان الله عليهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر ثم عمر على حسب الترتيب، وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، فعمر رضوان الله عليه يفوت هذا. فقول العلماء رحمهم الله إن الحاكم من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم، هذا تعريف. أما أمير المؤمنين في الحديث فمرتبة أرفع من هذا. أمير المؤمنين في الحديث كالبخاري الإمام رحمة الله عليه، وكالإمام أحمد وأمثال هؤلاء الجهاذذة رضوان الله عليهم، فهؤلاء يسمى الواحد منهم أمير المؤمنين في الحديث وعليه. فتعلم أن كثيرا ممن يشتغل بعلم الحديث اليوم لا يصح في لسان العلم أن يسمى محدث، لأن المحدث هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويعرف كثيرا من الأحوال فيما يتعلق بالمرويات وبالروايات في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون الذي يعرفه أكثر من الذي يجهله. فكلمة محدث هذه لا تطلق على أي أحد. ثم إن كلمة محدث إنما كانت تطلق على المشتغل بعلم الحديث رواية ودراية مع الحفظ، لم يكن واحد منهم يسمى محدثا وهو لا يحفظ. وحتى الذين كانوا لا يحفظون كانوا يطالبون بأن يأتي الواحد منهم بمسموعاته مكتوبة، بحيث تكون مضبوطة ضبط كتاب، لأن كثيرا من المحدثين كانوا رحمة الله عليهم يهتمون بتحرير العلم كتابة بالتقييد،
كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد العلم بالكتابة، وهذا نص ثابت صحيح تجده في السلسلة الصحيحة إن شاء الله رب العالمين، قيد العلم بالكتابة. فكانوا يقيدون العلم بالكتابة رحمة الله عليه. منهم من كان يحفظ رحمة الله عليه، منهم من كان يحفظ ولا يكتب، كما حدث مع البخاري رحمة الله عليه عندما جاء في رحلة طويلة مع أصحابه وأصحابه هم أصحابه رحمة الله عليه. ما تقول في رجل كان مسلم رحمه الله على جلالته يقول دعني أخدر على يديك ورجليك يا طبيب الحديث في علله، إلى غير ذلك مما قال مسلم رحمه الله. ما تقول في رجل يقول فيه مسلم هذا القول رحمه الله رب العالمين. ما تقول في رجل ركب شيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله وعفى عنه، ركب مع عامة البلد عندما قدم البخاري رحمه الله فقال بلغني أن البخاري قادم علينا غدا، فمن سيخرج معي؟ فخرج معه الناس جميعا وحض الناس على الجلوس في حلقته. فلما انصرف الناس عنه إلى البخاري رحمه الله وقع بينهما ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فالبخاري رحمه الله عندما كان في رحلته في أثناء الطلب مع بعض إخوانه من طلاب العلم طلاب الحديث الشريف كانوا يكتبون ولا يكتب، يجلس يسمع ولا يكتب، فقالوا بعد 17 يوما والله لقد أضعت رحلتك ونحن في حزن وكمد عليك، هذه الرحلة ضاعت منك، أنت لم تكتب حرفا. فلما أكثروا عليه وأخذوا يراجعونه ويكثرون عليه قال لا تكثروا علي، إن أردتم أن أرد عليكم ما سمعتم منذ أن جئتم إلى يومنا هذا فعل. قالوا فافعل. فأخذ يرد عليهم من محفوظه رحمة الله عليه كل ما سمعوه، فكانوا يضبطون مكتوباتهم على محفوظه، هو لم يكتب شيئا رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. فالعلماء الذين كانوا ينقلون كانوا يهتمون بالتحرير، ضبط الكتاب، يعني أنت تعلم أن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا أن يكون متصل الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله، عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، يعني إلى آخر الإسناد من غير شذوذ ولا علة. فهذه شروط خمسة ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة. وضبط الرواة أن يؤدي ما سمع كما سمع، أن يؤدي ما سمع كما سمع، سواء كان هذا الأداء من حفظه أو من كتابه، فيسمى بضبط الكتاب، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. بعض المحدثين رحمة الله عليهم كانوا يحسنون الظن أحيانا بأبنائهم، فكان يدخل في كتاب أبيه لأنه كان كتابا مكتوبا بخط اليد، فكان يدخل في كتاب أبيه ما ليس منه، ويأتي أبوه فيأخذ بهذا الذي قد أدخل على كتابه بغير علمه على أنه من مسموع فيرويه، فدخل عليه الخلق من هذا الباب، فهذا ليس عنده ضبط كتاب. كثير من العلماء كانوا يكتبون، وهؤلاء الذين كانوا يكتبون كانوا يترقون بعد ذلك إلى درجة أعلى وهي العرض. لابد أن تعرض مكتوبك بعد أن كتبته على الشيخ مرة أخرى لكي نرى هل هذا الذي كتبت هو بعينه ما سمعت، أم أنك كمستمع أبي عبيدة كان يسمع غير ما يقال، يسمع غير ما يقال، ويكتب غير ما يكتب، ويقرأ غير ما يكتب، ويفهم غير ما قرأ. فهذا حاله رحمه الله. المهم والحاصل أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يضبطون. أما اليوم فلا يكفي مطلقا
أن يتوقف الإنسان عند حدود اقتناء كتب الحديث وكتب الجرح والتعديل لكي يكون محدثا، لا، بل إن الخلل والخطر الذي يقع من أمثال هذه الأمور أكبر بكثير جدا من الفائدة المرجوة من وراء ذلك، لأنه ما الذي نستفيده نحن المسلمين؟ ما الذي نستفيده عندما يجرب فينا طلاب العلم ما يجربون في مسألة الترقي في معرفة الجرح والتعديل؟ فهو يصحح اليوم ما ضعفه بالأمس ويضعف غدا ما صححه اليوم، هو في مرحلة الطلب، فيسند للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل، وينفي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. وليس الخطر في نفي شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل من الخطر في إسناد شيء من الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس نفي شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأقل خطرا من زيادة شيء على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فهذا زيادة في الدين وهذا نقص منه، والدين كامل بين هذه الزيادة وهذا النقص. فأنت إذا أسندت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جدت بالشريعة، وإذا ما نفيت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله فقد نقصت من الشريعة، والزيادة والنقص في هذه الحالة لا تجوز أبدا، كما أنها لا تجوز في كل حال. إذن اقتناء مثل هذه الكتب لا يصنع عالما، وهؤلاء العلماء إنما كانوا في البداية والمنتهى ينقشون الكتب على ظهر قلبهم رحمة الله عليه، فكان الواحد منهم عندما يسأل عن الراوي لا يبحث في كتاب، لأن أقوال العلماء في الراوي كل أقوال العلماء محفورة عنده على صفحة الذاكرة على ظهر القلب، فكان يستحضر ما قيل في الراوي ويميز بين هؤلاء الرواة الذين اتحدوا في أسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم أحيانا وفي كلاهم أحيانا أخرى، فالتمييز يكون من أعصر ما يكون. هؤلاء العلماء كانت تتربى عندهم الملكة، لأنهم كانوا يتخرجون في مجالس الشيوخ، وكان الواحد منهم لا يحدث ولا يتكلم ولا يطير شيخا حتى يأذن له شيوخه، وأما الذي يكون شيخه هواه فهذا يتخرج في مدرسة الشيطان، وهذا يكون ما يفسده أكثر بكثير جدا مما يصلحه. فنحن نتعلم من أجل أن نترقى بفضل الله رب العالمين ورحمته في فهم ديننا، ومن أجل أن نقترب من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن نعرف وأن نحرر ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقين مما لم يقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وضع عليه أو حمل عليه أو قدم عليه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخبر عندما يأتينا، الحديث عندما يأتينا ويصل إلينا، فوصوله إلينا ينقسم إلى قسمين كبيرين باعتبار كيفية الوصول. قد يصل إلينا الحديث من طرق بلا حصر في عدد معين، وعندئذ يسمى حديثا متواترا، وقد تكون الطرق التي يصل إلينا الحديث بها محصورة في عدد معين فهو حديث آحاد. إذن قسمان كبيران ينقسم إليهما علم الحديث، أو تنقسم إليهما الأحاديث، قسمان كبيران، قسم فيه الحديث يصل إلينا من غير ضبط بعدد معين في كل طبقة من طبقات الرواة، يعني طبقة الأصحاب وطبقة الرواة عن الأصحاب، سواء كانت الطبقة الثانية التي تروي عن الأصحاب من صغار الصحابة أو من كبارهم أحيانا، أو كانت هذه الطبقة من كبار التابعين، المهم أن هذه الطبقة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يروي عن هؤلاء ثم يأتي من يروي عن هؤلاء. هذه الطبقات من طبقات رواة الحديث يصل إليك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير عدد محصور في كل طبقة. فأنت مثلا إذا نظرت إلى حديث
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه فوق 70 صحابة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن هؤلاء الصحابة تأتي طبقة تروي بغير حصر في عدد معين، ثم تأتي طبقة أخرى بغير حصر بعدد معين، فهذا الحديث يسمى حديثا متواترا. وأما إذا كان عدد الرواة محصور بعدد معين يعني دون العشرة في أي طبقة، في أي طبقة من الطبقات فوق الاثنين ودون العشرة، فهذا حديث آحاد، وله تقسيم فرعي في حديث الآحاد يسمى المشهور. فإن كان في أي طبقة، في أي طبقة، ولو كان في بقية الطبقات ألوف من الرجال يروه، ولكن طبقة واحدة وجدنا العدد فيها اثنين، فهذا حديث عجيب. طبقة واحدة من طبقات الرواة ولو كان الصحابة رضوان الله عليهم فيها راوي واحد، فحديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضوان الله عليه. هذا الحديث المتفق على صحته لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر. فلو في طبقة واحدة من الطبقات ولو كانت طبقة الصحابة رضوان الله عليهم وجدت راوي واحد فهذا حديث غريب أو حديث فرد، هذا حديث غريب. في أي طبقة من الطبقات تجد راويين اثنين فقط ولا يهم بقية الطبقات، زادت عن ذلك في العدد ما زادت لا يهم، المهم لو طبقة واحدة تكون هي الحاكمة على الإسناد وتكون هي الحاكمة على تسمية الحديث. المهم أنه لو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد وجدت راويين اثنين فقط فهذا حديث عزيز. إذا وجدت من الثلاثة إلى العشرة في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا حديث مشهور. وأما إذا كان عدد الرواة فوق العشرة في كل طبقة من طبقات الإسناد فهذا حديث متواتر، حديث متواتر. الحديث المتواتر في الحقيقة ليس من مباحث هذا العلم في الأصل، يعني ليس من مباحث علم المصطلح، علم مصطلح الحديث ليس من مباحثه الحديث المتواتر، لأن الحديث أنت تعلم أن علم المصطلح هو علم بقواعد وأصول، علم بقواعد وأصول يبحث فيها عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. المتواتر في أعلى درجات الثبوت، يعني أعلى درجات الثبوت هو ما ثبت متواترا، ولذلك تجد القرآن متواتر، يعني في كل طبقة من طبقات التحمل تجد عدد لا يحصى كلهم يقرؤون ويتلون نفس الآيات على ذات النظام بنفس الترتيب، وهؤلاء أخذوا عن الشيوخ والشيوخ أخذوا عن الشيوخ، المهم أنك في المنتهى تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل طبقة من الطبقات تجد عددا غير محصور بعدد ما، وإنما هي أعداد كثيرة في أبات متفرقة يؤمن أن يتوافق أو أن يجتمع هؤلاء على الكذب وعلى الاختلاف. فالقرآن ثبت متواترا، أعلى درجات الثبوت هو ما ثبت متواترا. وأنت تعلم أن هذا العلم هو علم بقواعد وأصول يعرض بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. أي رد للمتواتر؟ المتواتر أعلى ما ثبت يقينا، فإذا هو خارج البحث، خارج الفحص، خارج التفتيش والتنقيب في هل يقبل أو يرد، هو مقبول بلا خلاف. بل إن المتواتر يفيد ما يسمى بالعلم اليقيني الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا يحتاج إلى إدارة عقل، وإنما هو ثابت بيقين. فالأصل أن الحديث المتواتر غير داخل في مباحث علم المصطلح، ولكن علماءنا رحمة الله عليهم لأن المصطلح هو قسيم، لأن المتواتر في المصطلح هو قسيم الآحاد، فأتوا بهذا القسم رحمة الله عليهم وبحثوه، والخير فيما صنعوا رحمة الله عليهم. كلمة المتواتر أخذت من التواتر وهو التتابع، فقل تواتر المطر يعني تتابع المطر، تتابع نزوله، فالمتواتر اسم فاعل مشتق من التواتر يعني التتابع.
وأما في الاصطلاح فمعنى الحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. يعني لو أنك ذهبت إلى أي بلد من بلدان الأرض، أي بلد من بلدان الأرض، فستجد أقواما يقولون نحن سافرنا إلى مكة، اعتمرنا أو حججنا ووجدنا هناك الكعبة وهيئتها كذا، وفي بلد تسمى الكعبة وتسمى مكة، والكعبة هذه موجودة في مسجد يسمى الحرم المكي وصفته كذا وكذا. هؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمعوا على أن يفتروا هذه الكذبة أو أن يكذبوا مثل هذه الكذبة. لا يمكن أن يكون أقوام في كل بلد من بلدان الدنيا قد اجتمعوا فيما بينهم وتواطؤوا فيما بينهم وتشاوروا بليل فيما بينهم على أن يفتروا هذا الكلام وأن يكذبوا هذا الكذب، وليس في الدنيا بلد تسمى مكة ولا كعبة ولا حرم، لا يمكن. فإذا هؤلاء إنما أخبروا عن شيء رأوه بالعين المجردة، هؤلاء أخبروا عن شيء رأوه بالعين المجردة، فمستندهم في النهاية هو الحس، مستندهم في النهاية ليس العقل. يعني لو أن أقواما في كل بلد من بلدان الدنيا قالوا إن في لهذا العالم صانعا، إن لهذا العالم صانع خالق رازق مدبر، فإذا سألت هؤلاء في كل بلد من البلدان من أين أتيتم بهذا الحكم، قالوا لك نحن إنما أعملنا عقولنا وفكرنا فتبين لنا أن هذا الكون حادث وكل حادث لا بد له من موجد، وهو ليس بقديم، هذا الكون ليس بقديم وإنما هو طارئ على هذا الوجود، والوجود منحة ممن أعطاه الوجود، وإذا فوجوده ليس من ذاته. المهم أننا أعملنا عقولنا فأثبتنا أن للكون صانعا وخالقا ورازقا. هذا المستند مستند عقلي أم مستند حسي؟ مستند عقلي، لأنهم عادوا في النهاية إلى عقولهم، أم رأوا ربهم وخالقهم بأعينهم، أم سمعوه بآذانهم. المستند هنا ليس الحس، وإنما المستند هنا العقل والحس. أما الذين تواتروا وتتابعوا وتوافقوا دينا بعد دين وطائفة من بعد طائفة وأجناسا من بعد أجناس على أن في الوجود بلدة تسمى مكة، فيها حرم يسمى الحرم المكي، في وسط هذا البيت المقدس المطهر كعبة قائمة مشرفة مشركة، هؤلاء قد توافقوا وتتابعوا، وهؤلاء جميعا قد اتفقوا من غير ما اجتماع بينهم، ومن غير ما اتحاد في لغاتهم، ومن غير ما اتحاد في أجناسهم، ومن غير ما تقارب في بلدانهم. هؤلاء جميعا أجمعوا ومستندهم الحس والرؤية أنهم قد أثبتوا أن بلدة تسمى كذا، فهؤلاء يؤمنوا أن يتواطؤوا على الكذب. إذن في الاصطلاح الحديث المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما هو الحديث المتواتر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أن يجتمعوا على أن يؤلفوا هذا النص، على أن يفتروا هذا الحديث؟ فهو ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، والعادة والعقل يحيل أن يجتمعوا أن يتواطؤوا على كذب وافتراء هذا الحديث. إذن الشروط تأخذها إن شاء الله تبارك وتعالى من التعريف. ما هي شروط الحديث المتواتر؟ هذا الحديث المتواتر لا يتحقق التواتر فيه إلا بشروط الأربعة. يروي عدد كثير، العدد الكثير اختلف في أقله، ولكن من أجل التسهيل في التعليم قالوا 10، نقبل هذا إن شاء الله. إذن لا أقل من 10 من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، كل طبقة، يعني لا يروي أقل من 10 من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يروي في الطبقة التي تلي الصحابة أقل من 10، وهكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد يروي 10 فيما فوق. يبقى إذن العدد الكثير حدده العلماء بـ10 فما فوقه. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، فلو تخلفت هذه الكثرة في طبقة واحدة من طبقات الإسناد لا يكون متواترة. يعني لو في كل طبقة من طبقات الإسناد عدة مئات، وفي طبقة واحدة من طبقات الإسناد راو واحد، يسمى حديثا غريبا. 3 إلى 9 لم يبلغ 10، لم يبلغ حد التواتر، يسمى مشهور. والمشهور والعزيز والغريب كله حديث آحاد، وما دون الآحاد وما فوق الآحاد فهو حديث متواتر.
إذن الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، والثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة أن يتواطأوا على الكذب، كأن يكونوا من بلدان كثيرة، من أجناس مختلفة، من قوميات متعددة، ليس بينهم تقارب ولم يلتقي بعضهم ببعض، فالعادة تحيل أن يتواطأ وأن يجتمع هؤلاء على الكذب، وأن يكون مستندهم في الرواية، مستند الخبر عندهم ماذا؟ الحس وليس العقل. يعني لا يكون النص الذي ينقلونه إثبات مثلا وجود الصانع العظيم، لأن هذا أثبتوه بأي شيء، بالحس أم أثبتوه بالعقل؟ أثبتوه بالعقل. ولكن يقول واحد منهم سمعنا، رأينا، لمسنا، شممنا، يعني فمثل هذه الأشياء يكون المستند فيها في الآية هو الحس. فما هي شروط الحديث المتواتر؟ ما هي؟ الكثرة، وأن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد، وأن تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، كأن يكونوا من بلدان مختلفة، من لغات مختلفة إلى غير ذلك. ثم أن يكون مستند الخبر عندهم الحس وليس العقل. إذا توفرت هذه الشروط في حديث يسمى حديثا متواترا. الحكم الذي يفيده الحديث المتواتر هو العلم الضروري، علم يقيني، يعني الإنسان يضطر إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه. مثل القرآن، لم يختلف حتى الكفار على أن القرآن نهايته عند رسول الله، يعني حتى الكفار يقولون القرآن كلام محمد، يعني لم يختلفوا في إثبات النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن توقفوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول ألفه، وبعضهم يقول أوحي إليه عن طريق فلان أو علان، هذا لا يعنينا، ولكن هذا حتى الكفار أثبتوه. حتى الكفار أفاد عندهم العلم اليقين الضروري الذي لا يحتاج إلى إثبات، يعني نقل أجيال من بعد أجيال كلها تسند هذا القرآن إلى من؟ إلى الرسول. يعني أخذتم هذا القرآن عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. إذن حتى الكفار أثبت المتواتر عندهم علما ضروريا يقينيا لا يحتاج إلى بحث ولا فحص، فأثبتوا القرآن في نسبته إلى رسول الله اضطرارا. لو استطاعوا أن يقول إنه لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلوا، ولكن اضطرارا، لأن المتواتر يفيد هذا، يفيد العلم الضروري اليقيني. فكذلك كل حديث ثبت متواترا عن رسول الله لا تحتاج أنت إلى بحث فيه. ومن هذا تفهم معنى أن هذا القسم ليس له تعلق بعلم المصطلح، لأن علم المصطلح يثبت هذا ويرد هذا، وأما هذا فيفيد العلم اليقيني، الآخر يفيد العلم الظني، يعني يمكن أن يكون وأن لا يكون، وأنت تأخذ وتعطي فيه، وهذا يثبت وهذا ينفي وغير ذلك. وأما في المتواتر فأنت تصدق، يعني عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كأنك تسمعها من فم النبي المختار، لا تحتاج عندك إطلاقا إلى إثبات. هذا حديث متواتر، رواه 70 فوق 70 من الصحابة، في طبقة الصحابة وحدها رضوان الله عليه، فوق 70 من الصحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المتواتر كله مقبول، لا يرد منه شيء، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال الرواة فيه. وهو ينقسم قسمين كبيرين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه وبالضرورة معناه، لأن ما دام تواتر اللفظ يعني ما يروي هذا الصحابي هو ما يروي هذا الصحابي هو ما يروي هذا الصحابي في كل طبقة من طبقات الإسناد بعد ذلك، تجد نفس اللفظ، نفس اللفظ لا يختلف، جميع الطرق تؤدي بنا إلى متن واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا يروي وهذا يروي وهذا يروي، كل هذا يروي لفظا واحدا، وما دام اللفظ متحد إذن المعنى متحد. أما إذا جاء معنى اختلفت الحكاية فيه، يعني وارد في مناسبات متعددة، مثل رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء ورد في مواطن كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يزيد على 100 حديث، ما يقرب من 100 حديث أو يزيد
كلها تثبت في وقائع مختلفة. يعني مرة في غزوة بدر، ومرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في موقف كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كذا. كل الرواة يثبتون رفع اليدين في الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من غير اتحاد في الواقعة ولا في اللفظ. إذن اللي تواتر عندنا هنا هو المعنى، فهذا يسمى متواتر معنوي، فيسمى بالمتواتر المعنوي. فعندنا تواتر لفظي ومعنوي معا، يعني مدام لفظي يبقى لازم المعنى بالضرورة، ومتواتر معنوي فقط. اللفظ يختلف والوقائع لا تتحد، ولكن المعنى المنقول واحد، مثل حديث رفع أو مثل واقعة رفع اليدين في أثناء الدعاء ورد بها ما يقرب من 100 حديث أو يزيد، كلها تثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في حال الدعاء، ولكن من غير اتحاد في الوقائع ولا في الألفاظ، فنسمى هذا متواتر إيه؟ متواتر معنوي. يوجد عندنا عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، ولكن إذا قارنتها بالحديث غير المتواترة، يعني أحاديث الأحاد، فكأنها لا شيء. وصنف العلماء رحمة الله عليهم بعض المصنفات في جمع الأحاديث المتواترة، مثل الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وقدس الأزهار للسيوطي أيضا لخص فيه الكتاب الثالث الذي هو الأزهار المتناثرة. ثم جاء محمد بن جعفر الكتاني رحمة الله عليه فكتب كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وهو كتاب مشهور، كتاب طيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أخلص نياتنا وأحسن أعمالنا. اللهم أخلص نياتنا وأحسن أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظنا بعلمك التي لا تنام، وبرحمتك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في العلم فتحا مباركا، افتح لنا في العلم فتحا مباركا. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف